حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم